ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق فيما جاء على لسان سيدة ظهرت في شريط فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر موقع التواصل الاجتماعي تدعي فيه تعرضها للظلم والابتزاز من طرف مسؤول بسرية الدرك الملكي بالقصر الكبير. وأصدر الوكيل العام للملك تعليماته للمصلحة القضائية الجهوية للدرك الملكي بطنجة بالإشراف على هذه الأبحاث والاستماع لصاحبة الفيديو ومن معها والمسؤول الدركي سالف الذكر، بعدما أشارت السيدة إلى احتمال تورطه في أفعال إجرامية تتعلق بالرشوة والابتزاز واستغلال النفوذ، وهو ما نفاه مصدر مقرب من المسؤول الدركي، مبرزا أن ما يروج مجرد تحريض ضد الدركي، موضحا في ذات السياق أسباب هذه الواقعة التي تعود لاعتقال أحد أبناء السيدة المطلوب من طرف النيابة العامة لتورطه في سرقة سيارة. ذات المصدر أكد أيضا أن الحملات التي يقوم بها الدركي موضوع التحقيق في المنطقة ضد تاجر ومروج المخدرات والممنوعات بشتى أنواعها هو ما دفع هذه السيدة لخلق هذا الفيلم وتصوير فيديو خلسة من طرف ابنتها التي كانت ترافقها، مشيرا إلى أنه لم يثبت عليه إطلاقا تورطه متلبسا في قضية رشوة. وختم المصدر كلامه بالقول إن النيابة العامة فتحت تحقيقا في الواقعة للكشف عن جميع ملابسات وحيثيات الاتهامات الموجهة للدركي، مبرزا في الأخير أن القانون فوق الجميع. هاي دار هادشي كله صاحب عباد الله كتعطيو وجه للدور وجه للحظة. انا كنغوت عطينا فلوسنا حطلي فلوسي دابا هي دابا صح. لا شفارة ولات اي نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومي.